soffa a televisione. Soffa. تشيرز حلو كتير، احلى من قبل، اضبط من اول بيرفورمانس. الدخول بس بالدخول وبالفينال، الباقي كله كان بالنسبه لي كمان رجعنا لمرحله العيط. يعني دخولي كان كتير حلو كتير، يعني لحنان كتير حلو، والاندينج وقت رجعت نزلت نامت الغنيه شوي صرت عم تغني حلو كمان، بس بالنص مش ضابط مايك ابدا ولا باي شكل من الاشكال. طيب نحن بدي اقوله عندك خامه حلوه بينت معنا باخر البروجرام، وبين انك عم تشتهدي كثير ومشتغله على حالك وبين الفرق، بس بدي هنيك هذا الموضوع، اقول لك برافو حنان انه اشتغلتي على حالك باخر البروجرام. بس جربي بالمغنى بكره اذا بتكبيها من الاساتذه تبعك اكيد بيقول لك كيف تعمليها، تتغني على العالي كيف تكوني عم بتغني نوتات عالية ما تكوني عم بتعيطي بس. يعني في فيك تعمل هيك فيك تعمل هيك، يعني كيف بدك تعيطي كيف بدك تاخذي النوت فيك تاخذيها، فيك تاخذيها فيك تقولي فيك تعملي هيك، انت عم تقولي هيك عم تقولي ما بدها هيك، بدك عم بتعيطي توصلي للنوت. بينتي يعني في يعني ضعف بين ما عارفه كيف تاخذي النوت. طريقة العيط بتفرق عن طريقة المغنى العالي، وهذا الشيء لازم تتعلميه، لازم تقول لي كيف تعملي. بس افور منك كثير حلو، رينج صوتك صغير، الريجيست تبعك هو لانه صغير بس حلو، جربي اشتغلي على طول بهذا الرينج. هلا انت كبرتي فرقتي كثير او ما جيتي لهلا، كبر شوي صوتك بالاكاديميه بس مش كافي انف توصل النوتات العاليه، والدليل بين ضعفك على العالي بهالغنيه.